حاجة حلوة ومساء الأعياد ورأس السنة اللي خلاص على الأبواب. أنا النهاردة معايا الحلو اللي هيعمل لنا الحلو. أنا النهاردة معايا الشيف هالة. مساء الفل عليك يا حلوة حبيبة قلبي. مساء الفل وسلام عليكم عليكي والسلام عليكم على كل مشاهدينا جمهور قناة تن وجمهور كل يوم أكلة وكل يوم بنزيد مع بعض وعيلتنا بتكبر على قناة تن كل يوم بتكبروا شوية بشوية. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض حاجة حلوة زي ما وعدتكم وعدت شهيرة مبارح. النهاردة بقى زاد مناسبة تستاهل الحلو اللي هي إيه؟ كرسي جديد لشهيرة. شهيرة جالها كرسي جديد. أيوة فمتنكة علينا آخر تناكة. بصي بقى القعدة كمان وإيه بقى بصي أيوة ورجل على رجل ولون. لا 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 اي كرسي يا جماعه جاي لها كرسي ملون كل حته فيه لون ومريح بقى كده وتسند ظهرها فايه ما حدش عارف يكلمها النهارده بصراحه. بصراحه يا شهيره ده انا هعمل لك حلو ابدا. قاعده براحتي بقى. بصوا يعني انا قاعده اهو بتفرج عليك يا شيف هالة كده اهو. طيب علشان خاطر الكرسي الحلو ده ايوه وعلشان خاطر شهيره يا جماعه هنعمل النهارده مع بعض ام علي باسرار المحلات وبأسرار المطاعم. يعني إيه؟ يعني إحنا لما بناكل أم علي في المطاعم والمحلات بنلاقي فيها طعم كريمي وهي جوسي جداً جداً طرية جداً. يعني الحشو مش شارب اللبن. طري جدا برة. لما بنعملها في البيت يا شهيرة لازم تنشف معنا. لازم تبقى عجينة. طيب إيه السر؟ إيه السر إن هي برة بتبقى طرية بالشكل ده وآجي كده أكلها بالمعلقة لقيها كريمي خالص وطرية وعندي في البيت مهما أزود لبن لازم تنشف مني. هل برة كل كمية الطاجن اللي بتجيلي دي كريمة؟ ده يبقى خراب بيوت طبعا. هيبقوا بيخسروا. طبعا أكيد. مش هينفع. طبعا. يبقى لازم الموضوع في سر. ايه بقى؟ في تكايه معينه بتخلي المحلات ما تخسرش وفي نفس الوقت تطلع لكم طعم الكريمه والطعم الكريمي القوام الكريمي جوسي جدا جدا حتى لو باتت عندك لتاني يوم تفضل طريه ما تنشفش ابدا. الله ده ايه بقى السر الخطير ده؟ تعالي بقى الاول نسمي بسم الله ونقول المقادير وبعدين ندخل على التحضير واثناء التحضيرات هنطلع نعرف السر. الاسرار بتاعتنا نعرف السر. بس عايزاكي بقى ايه مش الكرسي ياخدك مننا وما تركزيش معنا في الوصف. لا انا مرتاحه فهركز. تركيز تام تركيز تام. اشكرك يا استاذ طلعت والله يعني على دماغي والله اشكرك. المقادير بتاعتنا هنعمل النهارده كمان ام علي بالجلاش وسمع حد دلوقتي بيقول لك الجلاش بيعجن مني. اصبري لما تعرفي السر وشوفي بعد كده الجلاش هيعجن منك ولا لا. تمام. عندنا جلاش لفه جلاش مقطعينه ومتحمره ممكن في معلقه سمنه وممكن بنرش عليها سكر بودر وبندخلها الفرن. الجلاش بيتحمر بيدي اللون الذهبي ده تحمير فرن يا شهيره. برش عليها سكر بودر ورشه زيت صغيره او سمنه وبفردها على صينيه او صاج وبدخلها الفرن وكل شويه بطلعها اديها تقليبه فبتاخد اللون ده. حلو ده. دي كده لفت الجلاش يا جماعة. بعد كده عندنا لتر لبن نص كوباية سكر للتر اللبن بتبقى مظبوطة جدا. 3 معالق كبار نشا وقشطة أي نوع قشطة شركات الناس اللي بتحب تجمع وش اللبن وتشيله في الفريزر هينفع جدا معانا. قشطة بلدي معانا مفيش أي مشكلة خالص. معلقة زبدة وفانيليا سكر بودر اي مكسرات موجوده عندك في البيت زبيب وجوز هند. ونقول المقادير تاني عشان خاطر الحبايب في الاعاده فني وافاده. ايوه المقادير عشان خاطر الاستاذ طلعت عشان خاطر كمان الكرسي الجديد وشهيره. الكرسي ايوه. لفه جلاش متحمره لتر لبن نص كوبايه سكر على لتر اللبن هتبقى مظبوطه جدا. 3 معالق كبار نشا قشطه معلقه كبيره زبده فانيليا سكر بودر اي مكسرات عندك زبيب وجوز الهند. طب المقادير يعني اللي انت حطاها دي احنا مش شايفين فيها اسرار. ده انت حاطه لبن عادي ومكسرات وجوز الهند. فين الاسرار بقى يا شهيره؟ ايوه فين السر بقى؟ السر في الصنعه. في تكنيك الشغل. كذا مره بنقول الشغل ليه اسرار يا جماعه. تكاد تكون المقادير قدامكم عاديه هي مقادير ام علي. طب فين الكريمه؟ مفيش كريمه. طب امال انت هتطلعي الطعم الكريمي ازاي؟ تعالوا بصوا اول حاجه اللبن على النار. انا بس مضاعفه المقادير اللي انا منزلها لكم على الشاشه عشان انا هعمل طاجنين حلوين كده بمناسبه الكرسي الجديد بتاع شهيره. كرسي العرش. ايوه طاجن ليه وطاجن للكرسي. اللبن على النار وبعدين هنحط في اللبن السكر. نجيب بس مضرب سيليكون. يا داليا
دلتي حبيبتي، اهلا اهلا بيكي في قناه تنيا داليا، نورتينا. يا ربي خليكي في نور بعد نورك. يا قلبي والله انت عسل يا داليا، ودايما منوراني في كل مكان يا حبيبتي. يا ربي خليكي منوره كل حته، ومنوره القناه ومزوداها. الله يكرمك يا داليا، وربنا يبارك فيك وما يحرمناش منك ابدا. حبيبه قلبي، ودايما كده اسمع صوتك معايا في الخير. يا ربي يخليكي، وحشتيني قوي. تسلمي لي يا ربي يا داليا، اشكرك. مبروك على القناه وعلى الجايزه، معلش متاخره بس انت عارفه الظروف. قلبي يا داليا والله تسلمولي جميعا. الله يبارك فيك يا حبيبة قلبي. تسلم ايدك على ام علي بقى. يا جميل يلا جرب، انا عارفاكي من هوات المعمل، فيلا على المعمل على طول. جرب، انا باكلها من المحل اللي بالي بالك، فلازم اعملها. باشا باشا، ام علي بتاعت ام نور تكسب. متأكدين؟ ما انت ام نور وانا بنت نور، فلازم تكسب. حبيبة قلبي يا حبيبة قلبي، لا جربي بقى يا داليا، وركزي معانا بقى في الاسرار اللي هنتكلم فيها النهارده دي، وهتشوفوا انتوا ممكن زي ما احنا في حاجات دايما بنقول تقدروا تعملوا منها مشروع بيتي. نفس الحكايه طواجن ام علي تقدروا تعملوها برضو مشروع بيتي، غير الطواجن الفخار ممكن تستخدموا الاطباق الفويل الجاهزه المدوره الصغيره او المربعه، تعملوا فيها برضو ام علي زي عند اللبان كده بالظبط بالغطا بتاعها، وتقدروا تبيعوا يا جماعه، وان شاء الله ربنا يبارك لكم جميعا. قبل كده يا شهيره النوتيلا قلنا عليها كده، ما شاء الله كتير من حبايبي يعني الله يبارك لهم عملوا النوتيلا من البيت، وبقوا يعبوها في برطمانات ويبيعوها ما شاء الله. والطحينه الخام الله يا استاذ طلعت، واحسن حاجه ان احنا بنتعلم الحاجه ونعملها يا شيفاله بصراحه بالزبط. في البيت يعني امان برضو بالظبط، هي بس اهم حاجه تتعلميها من مصدر موثوق، وبعد كده تكون المقادير مظبوطه. ايوه دي صح. اهم حاجه عندنا صح. طيب احنا عملنا ايه يا جماعه؟ حطينا اللبن على النار. يا عم يا عم يا عم، شكرا شكرا شكرا. حطينا معاه السكر صح؟ ربنا يخليك يا رب. مش شهيرة بس النهارده اللي علشان الكرسي، كرسي بقى. لا احنا كمان اسامينا على الطواجن لمؤاخذه يعني بص. كده اللبن على النار، وحطينا السكر، وحطينا الفانيليا. تمام، حلو جدا وحلو كده. وبعد كده وهو بيسخن هنزل بمكعب او مكعبين زبده. تمام، دول بقى هيغنوكي على ان انت تحطي اي ماده دهنيه تاني جوه الطواجن، بس مكعبين كده. حلوة قوي. حاجة بسيطة وسهلة جدا. طب سؤال شيف هيلة، حضرتك حطيتي الفانيليا السايلة، لو انا ما عنديش سايلة او مش عارفة اجيبها مش مشكلة خالص، عايزي اللي هي الباودر، بس هي عند العطار سهلة جدا ورخيصة على فكرة. الناس كانت معتقدة انها غالية، رخيصة جدا جدا، بتقعد عندك فترة، ازازة صغنطوطة كده تقعد عندك كتير جدا كده، افضل من الباودر من الورق. السايلة يا جماعة طعمها اقوى، وبتدي تيست اعلى جدا في الحلويات. تمام. ام محمد الو، يا صباح الهنا. والله انا متابعه حضرتك، والف مبروك على القناه، وربنا يجعلها فتحت خير عليك يا رب. اللهم امين، تسلمي لي يا حبيبتي. ربنا يصلح حالك يا رب وييسر لك امورك. حبيبه قلبي اشكرك والله. والله انا متابعاكي من زمان قوي، بس انا اول مره اتصل. لا والله اتكلمينا على طول يا ام محمد بقى. ان شاء الله باذن الله حبيبه قلبي. انت ان شاء الله الميعاد الساعه 1 والاعاده ان شاء الله. الاعاده تقريبا الصبح. طيب. 8 الصبح، استاذ طلعت بيقول لك 8 الصبح، شوفي حافظ ازاي. ربنا يوفقك يا رب. تسلمي لي، ودايما منورانا يا حبيبه قلبي، واسمع صوتك معانا على طول يا رب باذن الله. اشكرك يا ام محمد في رعايه الله. الزبده بتسيح. تمام خلاص. انا كده كاني بعمل بديل للكريمه يعني. ده انا اللي بعمله دلوقتي، بخلي اللبن غني غني يا جماعه، غني بالطعم وغني بالقوام. انا دلوقتي شغاله في مرحله غني بالطعم، ان انا حطيت السكر والفانيليا والزبده كده، بقى اللبن ابتدى يبقى غني معايا في الطعم. تمام. لسه يعني ايه يبقى غني في القوام، في القوام. فهمتيني؟ نقلب لغايه ما الزبده تسيح. الكل السر يا جماعه، وكل تكنيك الشغل في الحله دي. كل الاسرار تطلع لك ام علي عالميه جوه الحله دي، اللي استاذ طلعت كل شويه هوب يضرب لنا غطس يورينا الحله فيها ايه اهو. طب يا شيف هلا، احنا ممكن نبدل الجلاش بالرقاق مثلا؟ جدا، مفيش مشكله جدا. صح؟ بيتحمر عادي وتشتغلي بيه. بصي يا شهيره، في بدائل كتير قوي لام علي. تمام. عدوا معايا وانت كمان عدي معايا. حاضر. الجلاش ده اسهل حاجه. طيب الرقاق، طب خدوا عندكم المفاجاه الجايه دي، الفينو البايت اللي ما بيتاكلش. طب الله. المفاجاه الاكتر، ابواز الفينو اللي الولاد ما بياكلوهاش، يعني بياكلوا الساندوتش وبيسيبوا بوز الفينو. قطعي البوز وانت بتعملي لهم السندوتشات، جمعي شويه ابواز حلوه، حمصيها في الفرن
واشتغلي بيها ام علي. طب ده حاجه سهله جدا. الكرواسون ممكن يتقطع كمان ونشتغل بيه. شوفي بدايل قد ايه. وحاجه بقى حلوه قوي الكورن فليكس بتاع الولاد بتاع الفطار ده، ما بيتحمرش، ما بيتحطش عليه ولا زيت ولا سمنه ولا حاجه خالص، هو زي ما هو فيه منه فيه. الله حلو قوي، بيبقى طعم طعمت السنين يا جماعه جوه ام علي. شوفوا بدايل قد ايه، يعني قومي دلوقتي انكشي في مطبخك شوفي ايه اللي موجود، اللي موجود يلا نعمله على طول. كده خلاص انا خليت الطعم غني بالزبده. ماشي، هنعمل ايه بقى؟ تعالي نشوف القوام هنشتغل فيه ازاي. لتر اللبن هياخد 3 معالق كبار نشا. طيب انا دلوقتي حاطه لترين، انا قلت لك انا ضعيفه المقادير. يبقى حطينا لترين يعني كوبايه سكر وست معالق نشا. وست معالق شطوره ادي واحد، بسم الله، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، شايفة ازاي؟ تمام. وبعدين نجيب شوية مية، ريحة الفانيليا طلع طلع رائع. تحفة. طلع ولسه تحفة. ولسه يا مها صباح الفل يا ستي، صباح العسل على احلى مها في الدنيا. صباح الهنا على عيوني، صباح الخير عليكي وعلى الاستاذه شهيره منوره الدنيا والله. صباح الفل عليكي، صباح الفل عليكي. باركي لها على الكرسي يا مها. شفتي الكرسي يا استاذه مها؟ باركي لها على الكرسي يا مها. انا قاعده على كرسي العرش النهارده. ايوه، محدش عارف يكلمها يا مها من الصبح. ربنا يخليكوا لبعض يا رب كده. سلام يا قلبي، تسلمي. انا كده ان شاء الله حبيبي، ايدك على الجمال اللي بتعمليه يا شفال. شايفه بقى يا مها؟ على المعمل يا باشا، على المعمل. ايوه، صفات لوز العنب اليومين دول خالص حبيبي قلبي، عشان بس ايه بنستقبل سنه جديده بقى تبقى نفسيتنا كده. ربنا يجعلها سنه سعيده عليكم كلكم وعلى القناه تاني كلها وعلى منا حبيبه قلبي وعلى الاسره بتاعتك يا حبيبتي كلها ان شاء الله. الله يكرمك يا حبيبه قلبي، اشكرك اشكرك يا مها، نورتيني. اشكرك على الحلل الجميله اللي شفت الفيديو بتاعها امبارح. الحلل؟ روعه بجد، روعه. تسلميلي يا حبيبة قلبي. بصي كده يا شهيرة، ادي ايه النشا. اللبن ابتدى يغلي. يعني معنى كده ان انا مش هينفع احط النشا غير واللبن ابتدى يغلي. دخل في الغلي. هو خلاص ابتدى يغلي، اقلب كده كويس قوي والزبدة ساحت وابتدى قوام اللبن منه فيه كده يتقل مع الزبدة. حلو ده، حاجة روعة. تعالي بقى هنا كده ندي تقليبة الاول للنشا عشان بيرقد. ماشي، وبعد كده بسم الله ايد تلف الحلة وايد تنزل سرسوب اهو. بصي انا مش بعمل مهلبيه يا جماعه، ما حدش يقول دي مهلبيه، لا. ده مجرد ان انا بتخن شويه قوام اللبن. تمام. ليه بقى تفتكري؟ يعني ليه بتخن القوام شويه ما خليتوش لبن صافي زي ما احنا متعودين؟ ليه بقى؟ عشان ما تعجنش منك وما تشربش اللبن. ايوه، وتبص تلاقي نشفت. الخليط التخين شويه ده يفضل بقوامه ده مع الجلاش. تمام. يا ام يزيد، ازي حضرتك يا اهلا وسهلا يا ام يزيد. ازيك؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك، انا اول مره اتصل بحضرتك بس والله انت معايا كده بقالي كتير بدور عليك. انا موجوده اهو تحت امركم والله، تحت النظر. بتشيل القناه فجاه كده ما اعرفش. بعمل لكم مفاجآت. الله، مفاجآت اخر السنه. حبيبه قلبي يا ام يزيد نورتيني، واتمنى يا حبيبتي اسمع صوتك على طول يا قلبي. بصوا بقى اللي بيحصل بقى دلوقتي يا استاذ طلعت، جوه الحله القوام، بصوا ما بقاش قوام اللبن السايل. بس بيتقل ايه يا شهيره؟ مش مهلبيه. ما ينفعش، حاجه بسيطه يعني. اديته قوام الكريمه. فهمت. قوام الكريمه. طيب علشان تتحول معايا بقى لكريمه، صح؟ هي كده خدت القوام وخدت دسامه الكريمه من مكعبين الزبده. تمام، حلو جدا كده وزي الفل. واتفقنا ان اي زبده موجوده في السوق يا جماعه استخدموها، الشركات المصريه منزله الزبده حلوه جدا جدا، تمشي معانا في معجنات وحلويات حلوه قوي وفي مقابل رخيصه جدا جدا، غير الزبده المستوردة. فهمتيني يا شهيرة؟ يعني أي نوع زبدة موجود في السوق يشتغل معاه، نقدر نستخدمه. آخر حاجة بقى، عشان أنا عارفة إن الأستاذ طلعت هيفاجئني دلوقتي بيقول لي فاصل. طب يا شيخة، الزبدة دي أساسية لازم تبقى عندي في المطبخ؟ ما استعيدش عنها مثلا بالسمنة البلدي؟ دي حاجة ودي حاجة. ودي ليها استعمال ودي ليها استعمال. وخصوصا في الحلويات والمعجنات يا جماعة أفضل حاجة الزبدة. الزبدة. بصوا بقى ايه اللي حصل معايا دلوقتي يا استاذ طلعت، بص المضرب بيلف ازاي، تقل تقل. وبص بقى الفقاعات دي تقل. تطلع لك كده، معنى كده ان النشا اللي انا حطيته زي الفل استوى، ما بقاش ليه لا طعم ولا لون ولا ريحه. تمام. النشا استوى اهو بالمنظر ده، النوافير الحلوه اللي طالعه لك دي يا استاذ طلعت. بص الحله بتغمز لك بعينيها. هنعمل ايه بقى؟
بيت بقى باسم الله عليا. الحله بقى بقت كده يعني ايه النشا استوى وطلب الاكل. هروح شايلها بعيد عن النار. يلا بينا يا استاذ طلعت. يلا يا باشا تعالى معايا كده اهو بعيد عن النار اهو. بصوا لي كده، بصوا كده اهو، شايف المنظر؟ بصوا، لا هي مهلبيه ولا هي لبن، هي لبن اهو كده. بعد ما اشيلها من على النار حطي 100 خط تحت الكلمه دي. ايوه، بعد ما اشيلها من على النار، بعد ما خدت القوام ده اروح جايه بالقشطه بقى. القشطه زي ما قلت لكم اي نوع قشطه، بقى الكريمه الكريمه بس كده بقيتي انت عملتي بديل الكريمه. تمام، الله اكبر عليها. حاجه كده يا جماعه لوز العنب زي ما احنا متعودين. وافضل اقلب في القشطه اخليها تسيح بسخونيه اللبن. اللبن يعني هي بعيد عن النار، هي يا جماعه شلناها بعيد عن النار خالص. المهم ان احنا نشيلها من على النار على بقى ما القشطه تسيح. تمام ماشي. وتروح كده جوه اللي ما بقتش لبن، بقت الكريمه، كريمه اليدوي اللي عملناها. نطلع فاصل ونرجع بقى نقفل طاجن ام علي اللي يستاهل بقكم النهارده. فكم بعد الفاصل. وصلنا في الفاصل الاولاني، احنا كنا بنعمل ام علي النهارده مباركه مننا لشهيره على الكرسي، عشان الكرسي عشان فاحنا وصلنا ان احنا عملنا الخليط الاصلي. وزي ما قلت لك لما تجيبي الزبده العاديه اللي موجوده في السوق وتاخدي منها مكعبين ما كلفتيش حاجه، وشويه سكر وفانيليا من عندك من البيت، وشويه نشا، واي قشطه. علبه القشطه الشركات دلوقتي بخمسة جنيه شايله. العلبه الصغيره بخمسة جنيه حطيها ولا حاجة. بس اديتك طعم الكريمه الاصلي اللي اللتر منها دلوقتي عدى رقم معين، ما فيش داعي نقوله يعني. ده حقيقي. وكده انا بقى عندي الحله دي كلها عباره عن كريمه. بصي يا استاذ طلعت، بص انا عامله كريمه قد ايه؟ حتى ممكن نستخدم القشطه يا شيفاء بتاعت اللبن. اي وش اللبن، وش اللبن دي؟ اي قشطه يعني موجوده عندك سهله يعني. وفي نفس الوقت بقى يا شهيره المفاجاه الثانيه ان احنا متعودين دايما في ام علي بنحط القشطه على الوش. لا احنا مش، احنا خلاص حطيناها هنا، مش هنحط قشطه على الوش خلاص كده. هتدينا برضو نفس اللون. هتشوفي دلوقتي. ماشي، صبرا صبرا. بصوا يا جماعه، نص الطاجن جلاش المتحمر، وبعدين بحط في النص المكسرات اللي انا عايزه احطها ايا كانت بالشكل ده اهو. ده دي خلطه زبيب وسوداني وجوز هند، وادي شويه مكسرات حلوه كده بالشكل ده جوه الطاجن نفسه. ماشي كده يا شوشو؟ حلو قوي، حلو قوي الكلام ده، حلو قوي. وبعد كده بروح واخده شويه جلاش تانيين اغطي بيهم. هناء اهلا وسهلا يا شيف هانا. يا هنوة عاملة ايه يا حبيبتي؟ كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة يا قلبي والله، تسلميلي. وسنة سعيدة عليكي وعلى بيتك ودايما منورة الشيف كلها يا رب. الله يكرمك يا هناء، الله يكرمك. وما نتحرمش منك ابدا ابدا يا حبيبة قلبنا كلنا. حبيبة قلبي والله، دايما منوراني يا هناء. عايز اقول لك ان انا بحبك قوي 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 قد الدنيا واكتر من الدنيا يا كلها. يا قلبي والله العظيم انت العسل قد الدنيا كلها، تسلمي لي يا رب. ربنا ما يحرمنا منك وتولينا في عمرك ودايما منوره الشاشه كلها يا رب. حبيبه قلبي ما تحرمش منك ابدا يا هناء والله. كل سنه وانت طيبه وسنه سعيده عليكي وعلى بيتك كل حبايبك يا رب. يا رب علينا جميعا يا حبيبه قلبي يا رب، اللهم امين. سنه سعيده على القناه الحلوه والحاجات الحلوه اللي انت بتعملها لنا دايما يا رب. ربنا يكرمك يا حبيبتي، اشكرك اشكرك وفي رعايه الله، واتمنى انك تكلميني تاني على طول. بصوا بقى هنعمل ايه. احنا كده خلاص يا شهيره حطينا جلاش ومكسرات وبعدين جلاش تاني بالظبط. تمام، وبعد كده اروح جايبه بقى الكريمه وهي سخنه. ماشي، واروح حطاها على الطواجن. شوفي اللي بيحصل يا شهيره، بعد شويه كل الجلاش بيشرب الكريمه دي بس ما بيعجنش، بيفضل زي ما هو كده. ليه؟ لان اللبن واخد قوام تقيل شويه. أيوة. بصي كريمه كريمه، انت بتاكلي كريمه. هتدعولي يا جماعه والله على ام علي النهارده دي، لا تتخيلوا رائعه قد ايه. والله احنا بندعي لك على طول يا شيفاء الصراحه. وكمان عامله لك مفاجاه. أيوة. انا ممكن حالا الطاجن اللي قدامي ده هاكله لك من غير ما يدخل الفرن. ايه ده يا جماعه؟ هو ينفع؟ ينفع كده؟ هو ينفع ام علي ما تدخلش الفرن؟ ينفع. ليه بقى؟ كريمه مستويه على النار والجلاش متحمر ومش محتاج يستوي. الله. طب الوش، الوش بقى هنعمل حركه كده ايه جميله بنت لذينه دلوقتي. أيوة. بقى لو عندك بشبوري، عارفه البشبوري؟ تسمعي عنه؟ ان ان شهيره تنحت لي. ايه ده ايه ده؟
البشبوري ده هعرفك عليه حالا. ده صديقنا في المطبخ عايزه اتعرف عليه حقيقه. ايه اللي ما يعرفش البشبوري يبقى لا لا بصي بصي شيفيل انا لازم اقول لك على حاجه مهمه. استني الاول نحط بس ايه سكر بودر فضل. وهو ده سر المهنه، سر الوش اللي بنشوفه في المطاعم والمحلات، مش القشطه اللي بتتحط على الوش. تمام. لا السكر البودر ده كده اهو شايفه ازاي. تعالي على الثانيه اهي. أيوة. كده كده يدخل الفرن. تمام. مش عايزاه يدخل الفرن برضو. هناكله. بصي هوريهولك ازاي دلوقتي. فين البشبوري؟ يلا يا باشا بسم الله. بص بقى يا استاذ طلعه ده البشبوري صديقنا في الفرن. عرفته. عرفته خلاص، هو ده صاحبنا وصديقنا جوه المطبخ اهو. شايفين ازاي اسمه بشبوري؟ بشبوري ده بقى يا استاذ طلعت يعني سر من اسرار، سر من اسرار المطاعم عشان تجي لك ام علي جوسي وطريه وسخنه وسخنه ما تدخلش الفرن. يبقى الكريمه اللي احنا عملناها على ايدينا سخنه، وادي الجلاش متحمر ويروحوا بسرعه. بس بيبقى البشبوري عندهم بقى اقوى من كده بكتير يعني اهو. اقدر ادخله الفرن تحت الشوايه واقدر اشتغل كده على طول اهو. طبعا هو ده مش حامي قوي. بسم الله شوفوا ازاي. بص شايف التحمير بيظهر ازاي معانا يا استاذ طلعت. يا حلاوه الله يا حلاوه انا اهو. يا سلام سلم طاجن ام علي بيتكلم. الله. حالا يا باشا حالا. نسينا. بصوا بصوا المنظر، بصوا بذمتك تسيب الجمال ده؟ شوفي الكريمه بتطلع مع النار ازاي. بص 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 يا استاذ طلعت، بص 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 الكريمه بتطلع ازاي اهي شايف. وعشان قوامها تقيل بص بص بتطلع معاك ازاي اهو اهو. تعالى لي هنا بص الكريمه بتبقلل معاك ازاي. كريمه كريمه. والله يلا التاني على طول عشان نلحق قبل ما نطلع فاصل. بصي الجمال تحفه اهو. تحفه 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 تحفه. الف هنا وشفا ليكم جميعا يا رب. ام علي عملناها من الالف للي مع بعض، تدخل الفرن او اعملها بالبشبوري كده واقدمها عسل عسل عسل. اكلها انا بقى يلا على بقى ما ايه مشاهيره كده. احط لها طاجن حلو من اللي انا لسه عاملاهم حالا دول. ايوه. هتطلعوا فاصل وترجعوا لنا نستقبل بقيه فقرتنا الطبيه مع بعض ونشوف عندنا ايه في عروضنا المميزه. والنهارده معانا جميله الجميلات دكتور هبه العوضي. اهلا بيكي يا دكتور في تن وبرنامج كل يوم اكله. حبيبتي جميله الجميلات فعلا. جميله الجميلات. جميله الجميلات. نطلع فاصل ونستقبل دكتور هبه مع بعض. فاصل وسير بس هو القناه تتغير.